هو أحمد ولد بسلام أو كيف ما معروف بحميدو. في وسط العاصمة الإسماعيلية انضم مجموعة من قصايد الملحون، منها اللي تغنات ليه ومنها اللي بقت حبيسة أوراقها، وكونه الملازم الحقيقي للمرحوم الحسين التلالي كان عنده دور كبير في حياة التلالي. تزاد سنة 1937 بعد أسبوع من معركة بوفكران بمدينة مكناس، وتربى في حي تيزيمي الكبيرة، حفظ القرآن على العادة ديال المغاربة في كتاب تيزيمي. خلال بداياته اشتغل كصانع تقليدي وتأثر بأشياء في طفولته استمدها من الأب ديالو. هكذا عاش المرحوم أحمد أقومي. ملي حليت عيني وبديت نتذكر وأنا صغير، المرحوم الأخ ديالي الأكبر سيدي حمد كان ديما ترافق الوالد ديالي. الوالد ديالي الله يرحمه حتى هو كان مولوع بالفن، والأصدقاء ديالو كلهم مولوعين بالفن، غير ما تيعزفوا ولا كينشدوا. يعني كان الولع ديالو جا من الصغر وتربى على يد الوالد ديالو سيدي عبد السلام بن المكي أقومي، اللي كان أنا ذاك شيخ من شيوخ الملحون بمدينة مكناس، وتربى عليه وتلمد على يديه. المرحلة اللي تولى هو فيها قبل ما نكون أنا في الحياة كاع، لأنه تزاد في واحد الحي تيقولوا له في مكناس تيزيمي، وكانوا تيجتمعوا تماك حلاقي وتيتجمعوا سميتو. هذه ما عشتهاش ولكن سمعت عليها. كانت الحلقة هي المدرسة الأولى في تلقيه لفن الملحون، وكان شغوف بسماع ما يروى في الحلقات التي كانت تدور تقريبا في ساحة باب بردعين القريبة من الحي ديال تيزيمي الكبيرة، وهناك يعني خدا المبادئ ديال الملحون وعرف شنو هو الملحون. الحلقة إذن كانت هي اللبنة الأولى اللي حركات فيه الفنان بداخله، إضافة إلى أن الأب ديالو كان واحد من شيوخ الملحون اللي عندهم صيت أنذاك بمدينة مكناس، وكان لابد أنه يستمد منه هذا الفن كيف ما استمد منه صفات أخرى كتدخل في عوالم التقليد اللي كانوا كيعيشوا عليها المغاربة أواسط الأربعينات. الوالد ديالي الله يرحمه كانت عنده واحد الصفة، أنه مثلا كانت يداوي الناس تيدلك الناس اللي تهرس ولا شي حاجة، حتى هذيك الصفة أخذها منه الأخ ديالي الأكبر سيدي أحمد. زيد على ذلك أنه فنان، يعني خدم من عندك شي من عند الوالد بصفة دون مانيغ بغيت إلا بغيتي تقولي، ولكن سيدي أحمد صفى ذاك الشي كله وعطاه واحد الرونق فني، بحيث الوالد ديالي كان مثلا تيبيع ويشري في الفخار كان هو اللي تيرسم، سيدي أحمد كان هو اللي كيرسم عليه بداك السماق وداك الشي. ومن الناحية الفنية كان هو اللي كيجمع دوك الفنانة ويقادهم ويصوبهم. اشتغاله كصانع تقليدي زاد جرو العالم الملحون، بحيث جل الصناع التقليديين في ديك الفترة كانوا كيقضيوا أوقاتهم في الاستماع للملاحنية، واللي كان نقطة التقائهم بساحة الهديم داخل المحل اللي كان كيشتغل فيه أقومي. وبحكم أنهم تواجد في الهديم كان مجموعة ديال المثقفين والمهتمين والباحثين في هاد الأنماط، إلا السنتر ديال مكناس والقلب النابض ديال مكناس هو ساحة الهديم اللي كتشبه ساحة جامع الفناء في مراكش. ساحة الهديم كانت تقريبا هي محل الزيارة الأولى لكل زائري مدينة مكناس، وبالتالي كان المحل ديال الوالد هو يعني تقريبا واحد الملاذ للعديد ديال الناس اللي المولعين بالملحون. وكانوا سيجيو عنده الناس من جميع نواحي ديال المكناس، فاس، مولاي دري الزرغون، الرباط، سلا، من ضمنهم الحاج احمد سهوم، بابن عيسى الدراز، مولاي عبد العزيز العبد اللهوي، سي محمد العنايا، علال كمان، واحد المجموعه ديال الاسماء اللي ما يمكنش نحصروها في كاين اللي حضر لي في الدين كاين اللي ما حضرش. كانوا الناس يعني اللي تيجيو من على برا، لا من سلا ولا من فاس ولا من مراكش، ملي تينزلوا في ساحه الهديم، حتى وسائل النقل كانت ديك الساعه متواجده في ساحه الهديم، يعني ملي تيوصلوا لتما لابد انهم يزوروا
المحل ديال الشيخ سيدي حمد أقومي. أحمد أقومي بدا كيتولع وصبح الاهتمام بالملحون جزء من حياته، بحيث بدا كيرافق الملاحنية ويجلس معهم من أجل الإنصات لهم والقصيدهم، بل والأكثر بدا كيبحث على شعراء الملحون وينسج معهم علاقات. ومن أهم الشيوخ اللي كانت كتجمعوا معهم علاقة صداقة هو الحاج محمد بن راشد، اللي كان صيته معروف أنذاك وسط مكناس، خاصة مولاي دري الزرهون. هذا كان كيملك واحد المنزل دائما من الموسم العالميين، والناس اللي بعاد كانوا كيجي قبل من الموسم العالميين، لدرجة أنه كان هناك شيوخ كيجلسوا بثلاث شهور والربع شهور عند هذا الرجل، ومن ماله الخاص كيصرف، وهو عنده النشوة هو أنه ينقص القياسات ينقص. كان السي أحمد أقومي في هذه المدة كان كيطلع يمد يد المساعدة في الاستقبال ديال الضيوف، في مناقشة القصائد. باقي تنتذكر أنني كنت نرافق الوالد ديالي الوليد اللي يصدرهون تقريبا يعني أسبوع قبل من الموسم الدار ديال الشيخ المرحوم سيدي محمد بن راشد، باش نهيئوا تقريبا او حتى باش حتى نشاركوا حتى في الزينه نتاع الدار تقريبا، باش نهيئوا الجو الملائم باش يجيوا هاد الناس يلقاو الجو مزيان. وهذه العلاقه اللي كانت كتجمع بين أقومي ومحمد بن راشد كتعود لسنوات قديمه، بحيث علاقتهم كانت بمثابه قرابه عائليه كيف ما كيتذكر محمد أقومي. وكنا مازالين صغار وكانت يدينا لعندو المولي دري الزرهون وتنشوفوا داك الجمع ديال الملحون في واحد المقهى تماك حدا الحاج بن راشد، تيقولوا لها الا مازال ما خانتنيش الذاكره القهوه ديال الحداشي، الناس ديال مولاي دريس راه كاع كلهم يعرفوها. هاد اللقاءات هادي على شكل تقريبا على شكل ملتقى سنوي ديال الملحون اللي كانت يتنظم بطريقه عفويه وتلقائيه وبدون يعني حزازات او بدون مركبات يعني مشاكل اللي تنعرفوها دابا الا بغيتي تكون مثلا او دير شي ملتقى. يعني داك الناس اللي كانوا في داك الوقت يعني من اجل الفن يمكن لهم يضحوا يمكن لهم يديروا اي حاجه. وكانت تقريبا بيناتهم علاقه عائليه، عائله بن راشد الشيخ بن راشد كتهبط لعندو للدار، وعائله السي احمد أقومي كتطلع عند بن راشد. نهار الوفاه ديال الوالد ديالي وانا صغير عندي 12 عام او 11 ونص ولا شي حاجه، كان قابطني الحاج بن راشد والدفن مازال تيلوحوا التراب على الوالد ديالي الله يرحمه، هو تيقول لي اولدي اش غنقول لك ضعنا في بوسلام الله يرحمه، ولكن ما تنساش راه كاين الخليفه ديالو اللي هو سيدي احمد. وفعلا الاخ ديالي سيدي احمد قام بالدور ديال الاب كما يجب، وكان فعلا حمل اللقب ديال احمد ولد بوسلام. صحة الهديم، شيوخ الملحون، لقاءات وعلاقات مع منشدين وشعراء، كلها عوامل ساهمات في أنه يتحول من صانع تقليدي بسيط إلى فنان أصبح الملحون عنده هو الشغل الشاغل في حياته. فأخذ يترددوا على شيخ الشياخ آنذاك المرحوم بكرم الله الشيخ بن عيسى الدراز الجنادي المتوفى في سنة 1972، وأخذ عنه الكثير وكان يتتلمذ عليه هو والمرحوم الحاج حسين التولالي، المرحوم سيد محمد العناية، المرحوم مولاي عبد العزيز العلاوي العبد اللهوي وغيرهم كثير. بالنسبة لي حتى هو نغمس في هذه القضية هذه حتى نسى الوجود ديالو يعني في ذاك المحل اللي هو أولا وقبل كل شيء هو التجارة، يعني بقى مقابل الشيء هذا الملحون يعني بقوة الشغف ديالو والحب ديالو ديال سميتو ديال هاد الفن هذا. في سنة 1970 غادي يشهد أقومي تجربة جديدة في حياته، بحيث غادي يشارك في مؤتمر تأسيس للجمعية الوطنية لهواة الملحون بمدينة مراكش رفقة الحسين التلالي ومجموعة من الملاحنية.